صراحة مش فارقني معاهم، ما نقطتش ايدين كل واحد بيحط ليه. تسجيل صوتي يهدد فيه مختار قرية لبنانية ينتمي إلى التيار الوطني الحر بقطع يدي من ينتخب بهية الحريري عمة رئيس الحكومة الحالي. التسجيل المسرب من اجتماع بين مسؤولين في التيار وآخرين من حزب الله ليس مفاجئا في ظل تسريبات أخرى رافقت التحضير للانتخابات. التسريبات المسجلة من جلسات مغلقة أو مفتوحة ظاهرة لم تكن موجودة على مستوى الانتخابات في السابق. أنا عضو من عريضي حسن نصر. حسين زعيتر مرشح حزب الله في جبيل، هو الآخر سرب له تسجيل من أنصاره. مسلسل التسريبات المسجلة بدأ بتسجيل لوزير الخارجية جبران باسيل حليف حزب الله يهاجم فيه رئيس البرلمان نبيه بري. هيدا بلطجي، هيدا مش رئيس مجلس نواب. الوزير باسيل وصف حليفه وحليف حزب الله نبيه بري بالبلطجي ليشعل خلافا وصلت امتداداته إلى الشارع مع انتشار مناصري حركة أمل الذين أطلقوا الرصاصة في الهواء وأشعلوا الإطارات احتجاجا. عمر حرقوس، العربية.